هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل الميت يسمع قرع النعال كلما مر أحد فوقه؟ لا لا، هذا سماع خاص ما هو بدائم، هذا ما إن وما أنت بمسمع في القبور، هذا ما هو بدائم، هذه حالة خاصة. نعم، قد يسمع قرع نعاله من انصرفوا بعد الدفن، قد يسمع المسلم عليه، هذا عارض يروح ما هو بدائم. نعم.